ناس كتيرة بيجي لها وساوس في الطهارة والغسل والوضوء. تعال أقول لك على 7 قواعد عشان تتجنب هذه الوساوس. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب، فيديو جديد. أول قاعدة، لا أثر للشك بعد انتهاء العبادة. ما دمت خلصت العبادة جالك شك بعديها لا تلتفت. يعني أنا توضيت وشكيت بقى، طب أنا بقى يا نهار أبيض أنا مسحت شعري ولا لأ؟ ما دام شاكك مش متيقن خلاص كمل وضوءك صحيح. بعد ما اغتسلت، هي الحتة دي أنا غسلتها ولا لأ؟ ما دام شاكك مش متيقن لا أثر للشك بعد انتهاء العبادة، كمل وغسلك صحيح. 2، اليقين لا يزول بالشك. أنا دلوقتي جوه الصلاة، يقين لا أنا متوضي، جالي شك اللي أنا أحدثت، ما دام شك اليقين لا يزول بالشك، كمل الصلاة ما تخرجش. ما دام إيه؟ شاكك. أنا ماشي في الطريق حسيت إن في حاجات عليا نجاسة، ما دام شاكك مش متأكد كمل، أنت على طهارة مفيش مشاكل. حسيت بقطرة بول، ما دام شاكك ما تيقنتش كمل في الصلاة، كمل في الإيه؟ في العبادة، لأن الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. 3، الناس اللي بتوسوس في الوضوء، أنا غسلت 2 ولا 3، الفرض حضرتك مرة واحدة. يعني 2 3 كله كويس، ما دام عملت مرة واحدة وشك، اليدين للمرفقين، مسح الشعر، مرة واحدة كفاية، السنة 3 مرات، فما تقعدش تتعب في 2 و3 لأن هي المرة خلاص وضوءك صحيح. 4، الناس اللي بتوسوس في الغسل، يا جماعة لو بتقعدوا أكتر من 10 دقايق في الغسل يبقى أنت عندك وسواس غالبا. ما بين 5 ل10 دقايق كفاية أوي تغتسل. أصل بتلخبط في الوضوء، أتوضأ قبل الغسل ولا بعد الغسل، الجزء اليمين الجزء الشمال. الغسل مطلوب من حضرتك فقط، ودي القاعدة 4، النية، نية رفع الجنابة مثلا، وتعميم الجسد بالماء، ان جسمك كله يوصله الماء. مبروك انت كده اغتسلت، كده مش مطلوب منك حاجة. طب والحاجات التانية؟ على سبيل السنة والاستحباب، لكن وضوءك، لكن غسلك صحيح. 5، اطمن لو انت عليك نجاسات وانت لا تشعر فصلاتك صحيحة، لان بعض الناس بعد ما بيتشطف، بعد ما بيغتسل، بعد حاسس كده مش مطمن، يقول لك ما ممكن يكون في حاجة وانا مش واخد بالي، فالصلاة تبقى باطلة، ويقعد بقى متعقد. لو انت كان فعلا في نجاسات عليك وانت مش واخد بالك، ما دمت مش واخد بالك فالقول الراجح ان صلاتك صحيحة وما تعيدش الصلاة. يعني انا خلصت صلاة لقيت نجاسة على ايدي على هدومي، كده اعيد ما تعيدش؟ ما دمت ما كنتش عارف بيها، وده يسهل عليك الامور. 6، احذر الاستجابة للوساوس. يعني ما تقولش يا عم اعيد الوضوء تاني، مش مشكلة اعيد الغسل تاني، لا. ليه؟ لان الوسوسة بتقفش عند حد، وتفضل الوسوسة تزيد معاك تزيد معاك لغاية ما يجيلك وسواس قهري، مرض، تروح لطبيب نفسي. يا نهار ابيض، ليه؟ لانك ما قاومتش الوساوس دي من بدايتها. 7، هو انت ليه بتوسوس؟ عشان خايف على عبادتك. هل انت احرص على العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش بيعمل زيك كده. فالنبي كان حريص على العبادة ولكن بدون وساوس، فأنت مش أفضل من رسول الله. قاوم هذه المشاعر، قاوم هذه الوسوسة، حتى يعني ما يشقش عليك العبادة، وحتى تستمتع بالعبادة، وعشان الشيطان ما يكونش الوسوسة عائق بينك وبين عبادة ربنا سبحانه وتعالى. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت اشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.